أسعد 5 دول عربية في العالم. وفي المركز الخامس ليبيا، بيضحكوا رغم الإعاقة. وفي المركز الرابع الكويت. وفي المركز الثالث السعودية. وفي المركز الثاني الإمارات. وفي المركز الأول وهي أكتر دولة عربية سعيدة، وهي البحرين. وبس كده فعليا، ايه أكتر أغنية بتحبها؟ وبس كده، شوفوا القناة عشان نوصل 60,000 فولورات. بس سي يو.